قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة هيكلة شركات الزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة من خلال إعادة هيكلة وتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال. خطوة مهمة تتخذها الدولة لتوطين الصناعة، وهي إعادة هيكلة وتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال، وتأتي في مقدمتها شركات الزيوت والصابون التي قررت وزارة التموين إعادة هيكلتها على 3 مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى في تشخيص الحالة الراهنة للشركات من النواحي الفنية والمالية، وتم الانتهاء منها. أما المرحلة الثانية وهي الأدوات المتاحة لدى الدولة لتطوير الشركات عن طريق خيارين، إما بتطوير المصانع القائمة أو إنشاء كيانات جديدة. وفي هذا الإطار تم التوصل لإنشاء مصانع جديدة لضخ إنتاج مضاعف بأحدث المعدات العالمية. شركة اسكندرية للزيوت عملت يعني تطوير لمصانعها وخطوط إنتاجها الفترة اللي فاتت، رفعت الطاقة الإنتاجية بتاعتها من الزيت بكل مصانعها حوالي 500 طن يوم، بما يعادل حوالي 15 ألف طن في الشهر. احتياجاتنا على بطاقة التموين بتتراوح من 60 إلى 65 ألف طن زيت شهريا. بننتج الزيت في مصر من خلال توريدات بتتم محليا وعصر البذور محليا، وايضا استيراد من الخارج. المعامل بتاعتنا بتاخد عينات دوريا كل ساعه، بنبتدي نحللها عشان نشوف ان الزيت مطابق للمواصفات بالجوده اللي حضراتكم شايفينها. فالجوده دي ما فيش تنازل عنها، مش هندي المواطن اي سلعه الا لما هتكون صالحه للاستهلاك. اهتمامنا بالزيت التموين بيبدا من اول استهلاكه كزيت خام، بنتعامل معاه وبناخد منه عينات، وعلى أساس كده بنعرف إحنا هنتعامل معاه في مراحل التكرير إزاي. شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات تنتج حوالي 500 طن يوميا، والأسواق لم تشهد أي نقص في الزيوت خلال الأشهر الماضية. ورغم الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت في توفير مخزون استراتيجي من الزيت وتنويع مصادر استيراده.